في تاريخ الإسلام، في التاريخ الإسلامي، يمثلها مصدران أساسيان هما القرآن والسنة، وبعد ذلك مصدر آخر هو التاريخ الثابت. فإذا كان الإنسان لم يذكر في القرآن والسنة، فقد يكون التاريخ قد أنصفه مثلا، فذكروا مميزاته وما شاكل ذلك. ومن المعلوم، من المعلوم جدا، من المعلوم جدا أن هذه القضايا لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يجدها بحسب هذا الترتيب، بمعنى أنه يبحث في القرآن فيجد في القرآن آيات تتحدث عن مكانة شخص، وهكذا، فيضع الشخصيات التاريخية في مقابل الآيات القرآنية ويرى بأنها تتزاحم عليها الآيات القرآنية، وهذا أمر غير موجود مع الأسف الشديد. إذن المصدر الأول لمعرفة القيمة للشخص في التاريخ الإسلامي هو القرآن، وهو مصدر خاص يكاد أن يقال بشكل غالبي، يعني بشكل عام، أن أكثر الذين ذكروا من الشخصيات الإسلامية في القرآن الكريم في حوادث أو أعمال أو أحكام كانت عملية الذكر لهم سلبية، أما عملية الذكر الإيجابي فهي خاصة بمجموعة قليلة من الشخصيات، وهم في العادة لم يذكروا صراحة، إنما ذكروا من خلال الحوادث. طيب، المصدر الثاني لمعرفة قيمة الأشخاص هو السنة، ويقصد بالسنة عند المخالفين هو قول النبي صلى الله عليه وآله.